بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد للمنتخب المصري وصل خلاص مصر علشان يبدا مهمته بشكل رسمي مع الفراعنه، وده بعد اتمام التعاقد معاه. ومقرر ان المؤتمر هيستعرض الخطط اللي هيشتغل عليها المدير الفني الجديد للمنتخب خلال الفتره اللي جايه. الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا خصص فقرة تدريب للعيبة، وده كان على ركلات الترجيح خلال تدريبات الفريق اللي بيستعد من خلالها اللقاء الأهلي في نهائي كأس مصر. وحرص فيريرا على إتقان تسديد ركلات الجزاء علشان يحدد ترتيب اللعيبة اللي هتشارك في القمة. فيريرا كمان طلب من أيمن طاهر مدرب حراس المرمى تجهيز محمد عواد للمباراة علشان يكون عامل حسابه كويس ويستعد بشكل محصن لهذه القمة. ولسه بنتابع استعدادات مدربي الأهلي والزمالك للقمة المرتقبة في نهائي كأس مصر. هنروح للمدير الفني الأهلي البرتغالي ريكاردو سواريشا اللي بيفاضل بين أيمن أشرف وياسر إبراهيم علشان واحد منهم هيشارك جنب محمد عبد المنعم في اللقاء. المدرب البرتغالي بيطلع للوقوف على أفضل العناصر الجاهزة علشان يخوض بيهم اللقاء، ولسه في أسماء تانية يتم الإعلان عنها النهاردة بعد ما يستقر على اختيارهم. عشاق جماهير الأهلي والزمالك سألوا عن الحكم اللي هيدير مباراة القمة بين القطبين، ولحد ما خرجت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم واستقرت على تعيين البولندي شيمون مارتشنيك وحكم لماتش القمة في نهائي بطولة كأس مصر. مجلس إدارة نادي سموحة عمل جلسة مع عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق، وتم الاتفاق على تجديد التعاقد معاه لمدة موسمين بعد النتائج الرائعة اللي حققها المدرب مع الفريق خلال الفترة اللي فاتت. الحساب الرسمي لنادي ليفربول الانجليزي نشر مقطع فيديو على انستغرام لتدريبات الفريق، وظهر محمد صلاح مع زميله في الفريق المدافع فان دايك اثناء التدريبات. ومن ناحيه تانية، النجم خط النص في فريق ليفربول فابينيو ان زميله في الفريق النجم المصري محمد صلاح اصبح اكثر سعاده مما كان عليه من قبل، ده بعد ما جدد عقده مع ريدز. وبكده انتهت جولتنا الرياضيه، هرجع مره تانية لاحمد وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.